اولا الحمد لله على الانتصار هذا اللي هدا لنا محمد ربيعي اضافه لمحمد حموت، وغتكون بشيره خير ان شاء الله باش حنا نكون عندنا واحد الميداليه ان شاء الله اللي غادي تكون من مهدات من طرف الملاكمه، وهذه الميداليه اللي كتكون احلى ميداليه واغلى ميداليه لانها كتجي على المشقه وبالضرب وبالدم وبكل شيء بالتضحيه. ومن هذا المنبر كنهدي هذا الانتصار ديال محمد ابني لجميع الشعب المغربي وكذلك جميع الزملاء ديالي في المديريه العامه للامن الوطني وعلى راسهم المدير العام للامن الوطني، وكذلك كنهدي هذا الانتصار كذلك للرياضي الاول صاحب جلاله نصره الله.